المشاري راشد العفاسي. وأحببت محرابك وكل من لنورك دا. وبعد طول انتظار وبحرك ما أسرى. قد تبحث طويلا عن مشاهدة شيء مفيد ولا يجرح طهارة الشهر الكريم. نقدم لكم عددا من البرامج الجديرة بالمشاهدة خلال شهر رمضان المبارك. برنامج قمرة، برنامج جديد يقدمه الإعلامي الشاب أحمد شقيري، الذي استطاع أن يحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة لمدة 11 عاما متواصلة من خلال برنامجه الشهير خواطر. الآن يعود إلى جمهوره بفكرة جديدة لبرنامج يتميز بأن الجمهور يشارك في صناعة محتواه، حيث تقوم فكرته على المشاركة بمحتويات إعلامية من قبل الجمهور، بحيث يتم تسجيل فيديو من قبل المشاركين ويكون عملا هادفا يتميز بالإبداع. سيعرض البرنامج على قناة MBC. سواعد الإخاء الموسم الرابع. البرنامج حقق في مواسمه الثلاثة السابقة نجاحا جماهيريا كبيرا، وعرضت حلقاته على أكثر من 50 قناة عربية، وسيتم عرض الموسم الرابع منه في شهر رمضان المبارك على قناة المجد الفضائية بصورة يومية، وسيشارك في هذا الموسم مجموعة كبيرة من أشهر علماء الدين والدعاء. برنامج العالم الأخير. برنامج للداعية محمد العريفي قام بتصويره داخل مغارة تحت الأرض يصل عمقها إلى 27 مترا، وهي من أقدم المغارات على وجه الأرض. سيعرض البرنامج على قناة المجد الفضائية خلال شهر رمضان المبارك. الجدير بالذكر أن الشيخ محمد العريفي سبق وأن ألف كتابا بعنوان العالم الأخير، تحدث عن علامات القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها، ويتوقع المشاهدون أن تدور أحداث البرنامج حول هذا الموضوع أيضا. برنامج نور. يشارك الداعية سلمان العودة في رمضان بعدة برامج أبرزها برنامج نور، وهي فكرة جديدة يطرحها من خلال تصويره مع شخصيات سودانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتحديد المكفوفين. الجدير بالذكر أن تصوير الحلقات بالكامل كانت في السودان. برنامج مكة تجمعنا الموسم الثاني. من برامج تلفزيون الواقع التي تعرض على قناة بداية، سبق وأن عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، وسيعود إلى جمهوره مرة أخرى في موسمه الثاني ومتسابقين جدد. تقوم فكرة البرنامج على التنافس بين المشاركين من خلال مجموعة من المبادرات والمسابقات، والفائز سيحصل على جائزة قيمة.